تحكم. أول شيء قلنا لابد الصبر، ثم ثانيا شخصيتك جميلة والله، جزاك الله خير. الله يسعدك، جزاك الله خير، أسلم. لكن الآن عندنا أول شيء آيات الأحكام؟ لا ما يحتاج لآيات أحكام. المحامي لا، ما يحتاج لآيات ولا لأحاديث، وإنما يحتاج إلى أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية. جميل. مع معرفة وفهم وإدراك الأنظمة. نعم. فقط عموميات، لا يحتاج إلى دقائق وإلى تفاصيل. ليش ما يحتاج دقائق؟ لأن لن يستخدم الدقائق ولن يستحضرها قبل أن يمارسها. لا أنا أقصد حتى بعدين لما يكون راح يمارس. إذا مارس سيعرف. إذا مارس راح يعرف. نعم. لا سيما إنه المبادئ والأصول لا تتغير، وإنما الدقائق تتغير. كل يوم عندنا نظام جديد، النظام الجديد لا يغير في الأصول وإنما يغير في الفروع. نعم. يعني في التعاميم، في التوجيهات، في الإجراءات، لكن تبقى المبادئ والأصول هي واحدة. فمن تمسك بالأصول وجمعها والمبادئ كاملة، لذلك الآن مدونة قضائية عندنا في المملكة العربية السعودية. نعم. طلعت خرجت بشكل رائع جدا جميل، أعطانا الأصول والمبادئ القضائية. فيأخذها. أحسنت. هو واجب عليه أن يفهم هذا. وليس الواجب عليه أن يحفظ نظام مرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. لكن ليش تجد أنه كما في كل التخصصات، لكن أنا أريد الآن في المحاماة اللي هو مجال تخصصك دكتور بكر، ليش تجد هنا محامي شاطر، هنا محامي شوي، وهنا أكثر شطارة، هنا أقل؟ إيش المعايير؟ جميل سؤالك. ما الذي اختلف؟ جميل سؤالك. يعني أننا نتحدث عن المحامي المرخص. أي نعم. بعدما أن أنتهى من مرحلة التدريب وأصبح محامي مرخص يمارس عمل المحاماة كاملا. جميل.